الشرطه بعيدها نأني مصر بثوره 25 يناير. اقول كلمتين صغيرين كده نيابة عنكم كلكم علشان نبتدي نقوم بقى، وكل واحد فينا دي التهنئه ديت اللي هي اول خطوه وهي الرسميه. لكن انا اتمنى ان احنا بعد ما نخرج كلنا من هنا كل واحد فينا يروح يسلم على ضابط شرطه وعسكري شرطه من الواقفين في الشارع في ادغال اسوان. فان شاء الله احنا هنخلص التهنئه دي بسرعه بالكلمه اللي انا اقولها، وهنسلم على السيد مساعد الوزير ومعاونيه وننطلق بعد كده كل واحد في مكانه. وطبعا شبه عارفين برضو احنا في نفس البيت اللي انا فيه هنا ده وانتم معايا، كل الساده رؤساء المدن وسكرتير عام المحافظه وسكرتير عام المساعد وكل قيادات محافظه، كل مجموعه من دول واخده مدينه من المدن، وراح رئيس المدينه ومعاه الممثلين من المحافظه وبيهنوا مامور الاسم بعيد الشرطه برضه. عشان تبقوا عارفين ده اللي بيتم يعني. كل واحد فينا بعد ما يمشي من هنا هيروح يهني ضابط او عسكري او امين شرطه او مندوب شرطه او اي واحد في الشرطه في مكانه ومكان خدمته، عشان نقول له جميلك فوق راسنا وفوق دماغنا. نقول لهم جميلك فوق راسنا وفوق دماغنا. انا الحقيقه في فلسفه لاختيار المكان، وفي فلسفه لاختيار الزمان، وفي فلسفه لاختيار الوفد اللي معايا، وفي فلسفه لاختيار اللي احنا بنعمله. فانا هقول على كل حاجه من دول وهي دي هتطلع الخلاصه بتاعت البيت. اما اختيار الزمان فهو يوم 25 يناير اللي هو بيمثل الاحتفال بعيد الشرطه المصريه والاحتفال بالذكرى الخامسه لثوره 25 يناير. وانا الاختيار الزمان لان في ناس كتير اول ما قلت لهم نحتفل يوم 25 يناير قالوا ده هيبقى مش عارف ايه وهيحصل ايه وال طب خليها قبلها بيوم ولا بعديها بيوم. قلت لهم لا انا مصر نحتفل في هذا اليوم. ليه بقى؟ لان انا مؤمن ومصر على ان اهم وسيله للتامين هي وجود الانسان المصري في الشارع.